انت بتعرف الاسعار، ليش عم تسالني يا اخي؟ الاسعار بالنسبه للاسعار، اسعار امريكا ودخل صومال، الخلق ما في شغل، يعني ما خايفين من الله عز وجل، ما ضل خايف من الاخير. والله يا غالي يا حجي. ايش هذا يا اخي الكريم؟ في غلاء والله يا خاي غالي. والله الاسعار كلها غالي وكلها بالنار، يعني شو مين ما سالت بلك الاسعار غالي. الله يدبر احسن شيء، المهم الله يفرج علينا. يعني غالي علينا، لا دخلنا غالي. انت بتعرف الاسعار، ليش عم تسالني يا اخي؟ واليوم الاسعار كلها بالنار، يعني الاسعار دائما خاضعه لقانون العرض والطلب، ما لها علاقه. يعني غالي الاسعار، غالي. هلا بالنسبه للدخل صار الاسعار انه مرتفعه شوي، الاسعار فوق الريح، اسعار نار. والله يا اخي اسعار غالي، والله كله غالي. الاسعار بالنسبه للاسعار، اسعار امريكا ودخل صومال. انا والله مستور الحمد لله. ايش بده يعني؟ بشكل عام 150 ليره يعني. والله باليوم بدك اقل شيء 100-150 ورا. مصروف كبير، ما هي مزبوطه. اذا كيلو الرز اخيو ب 10 ورقات، الزلمه بيشتغل بالنهار ب 20 ورقه، بيشتري بس كيلو رز، ما بده خبز، ربطة الخبز بخمس ورقات. يعني شو بدي اقول لك؟ البيضه بورقه وربع، يعني هذا الشغل هذا. والزلمه بالنهار ب 10 ورقات ما عم يشتغل. لك والله كله بالنار، يعني اشو الزيت كمان لتر الزيت ب 11 12 ليره، يعني ما برخيص، كمان كيلو السكر ب 12 ليره، كله غالي، المواد كلها غالي بشكل عام. كيلو الرز 9 ورقات، كيلو العز ب 10 ورقات مثلا اسود بلدي، واش بقى الزيت حقها يعني 40-42 ورقه. اذا الكيلو الرز ب 10، كيلو السكر ب 11، اذا اللحم ب 80 ورقه، ايش بدي اياك هذا العامل ب 40 ورقه؟ حرام، الخلق ما في شغل. يعني اليوم مثلا السكر ب 10، الرز ب 10، يعني ما في شيء اسعار يعني تتوافق مع دخلنا، اسعار يعني خيالي. يعني هلا انا مش من هون لتحت لا اشتغل ب 20 ورقه، ب 10 ورقات ما لقيت وراجع البيت. حق خبز وتدفئة بس، الشغل اللي مشتغله بس اليوم عم نطالعه حق خبز وتدفئة، ما في شيء تاني طويل طويل. ما بنعرف أخي، والله هذا أخي كل مين عم بيبيع كيفه، هذا الشيء هذا بيبيع بسبعة وهذا بيبيع عشرة، كل مين على كيفه. ما في دخل وغلى كتير ودولار وبيطلع وبينزل وهالشيء عم بياكله. سكر، رز، شاي، برغل، هذا صار حلم، حلم هذا صار للمواطن هون في المحرر. يعني ما خايفين من الله عز وجل، ما ضل خايف من الأخير. يعني لو الواحد يخاف من رب العالمين خلاص خيو ربك، يعني شايفك هو بحيسي في محاسب رب العالمين، بس ما حدا عم يطلع الشيء هذا، ما في مخيف من رب العالمين.